اول سلايد معانا هتكون هي تعريف الفارنكس اللي انا قلته لك في الانترودكشن. هي عباره عن ماسكلو ميمبرينس تيوب اكستندنج فروم بيز اوف ذا سكال داون تو ذا ليفل اوف سي 6 فيرتبرا. بص معايا على الصوره كده اهي، ادي السكال، كسرنا الريمس اوف ذا مانديبل وسايبين اللارينكس والتراكية والاسوفجس في مكانها عشان اقول لك كل ما هو ابيض بالمنظر ده هو ده الكافيتي اوف ذا فارينكس او الفارينجيال سبيس. يبقى اذا هي ماسكلو ميمبرينس سبيس او تيوب، انا هنا شايل التيوب وسايب لك السبيس بتاعها التي تقع خلف النيزال كافيتي وخلف الاورال كافيتي وخلف اللارينكس وتيجي عند سي 6 فيرتبرا تكمل بالاسوفجس. طيب يبقى بما انها تقع خلف الفارينكس واللارينكس سوري خلف النيزال كافيتي والاورال كافيتي واللارينكس، فهي تعتبر قناه مشتركه بين الريسبيراتوري سيستم وبين الدايجستيف سيستم. علشان كده في بعض الناس اللي سامعيني هيستفيدوا بالمحاضره دي في الريسبيراتوري سيستم موديول، في بعض الناس التانيين اللي خدوا الريسبيراتوري سيستم موديول خدوا بس تراكيا ولانج وبرونكاي، ما خدوش لارينكس ولا فارينكس. لكن بصراحه المفروض الفارينكس واللارينكس تدرس بالتفصيل مع الريسبيراتوري سيستم، ولما يجي سيره الفارينكس في الدايجستيف سيستم اقول لك سي بي 4 راجع معلوماتك في الريسبيراتوري سيستم. طب لو خدت الدايجستيف قبل الريسبيراتوري يبقى اشرح الفارينكس بالتفصيل، ولما اجي في الريسبيراتوري سيستم وتيجي سيره الفارينكس اقول لك راجع معلوماتك من الدايجستيف سيستم وهكذا. يبقى هي اكت از ريسبيراتوري اند دايجستيف تيوب. بما انها تقع خلف الاورال كافيتي والنيزال كافيتي واللارينكس، اتفرجنا كده على الصوره التخيليه دي، شايف المخطط التخيلي ده؟ كل ما هو باللون الازرق فهو الاثنين نيزال كافيتيز بينهم النيزال سيبتوم، كل ما هو باللون الفايلت ده هو الاورال كافيتي، واللي باللون الازرق ده هو البلت الذي يفصل النيزال كافيتي عن الاورال كافيتي اللي بينتهي في الخلف بالسوفت بلت واليوفيولا، تمام؟ واللي باللون الاحمر ده هو اللارينكس اللي احنا خدناها في الريسبيراتوري سيستم وخدناها في السبيشال سنسوري موديول. يجي بقى اللي باللون الاخضر ده هي انبوبه الفارينكس التي تمتد من البيز اوف ذا سكال خلف النيزال كافيتي، هسمي الجزء اللي خلف النيزال كافيتي نيزو فارينكس، وتكمل نفس الانبوبه خلف الاورال كافيتي فهسميها الاورو فارينكس، ونفس الانبوبه تنزل تبقى خلف اللارينكس هسميها لارينجو فارينكس، واول ما نوصل للليفل بتاع سي 6 فيرتبرا تكمل باسوفجس بعد كده، واللارينكس اللي موجوده قدامها اول ما تيجي برضه عن سي 6 تكمل بتراكيه بعد كده. من الصوره اللي انت شايفها قدامك او الرسم التخيلي ده هتلاقي ان الفارينكس ليها سايد وولز اند بوستيريور وول، لكن مالهاش انتيريور وول لان هي فاتحه على النيزال كافيتي وفاتحه على الاورال كافيتي وفاتحه على اللارينجيال كافيتي. عشان كده سميناها نيزو فارينكس بيهايند ذا نيزال كافيتي، اورو فارينكس بيهايند ذا اورال كافيتي، لارينجو فارينكس بيهايند ذا لارينكس. تمام؟ هناخد بقى في السلايد الجايه طبقات الفارينكس، يا ترى هذه الفارينكس تتكون من كام طبقه؟ هنلاقيها صورة تانية بأكد لك إن الفارينكس تمتد من البيز اوف ذا سكال إلى سي 6 فيرتبرا، حيث أنها ستكمل بعد ذلك بالأسوفيجس. قصادنا النيزال كافيتي مفصول عن الأورال كافيتي بالهارد والسوفت بلت. خلف النيزال كافيتي عندي النيزو فارينكس، خلف الأورال كافيتي عندي الأورو فارينكس، خلف اللارينكس عندي اللارينجو فارينكس. خلاص حفظناهم يا دكتور، تمام؟ وفهمنا يعني إيه ملهاش أنتيريور وول لانها فاتحه على الحاجات دي، وعرفنا علشان كده سميناها هي كومبايند ريسبيراتوري اند دايجستيف تيوب. تعال بقى نتكلم على اللايرز اوف ذا فارينكس، يا ترى الانبوبه دي اللي انا شرحتها دي عباره عن كام طبقه فوق بعض؟ يعني الجدار بتاعها، لو خدت سيكشن في الجدار بتاع الفارينكس هلاقي ايه؟ قال لك هتلاقي اول طبقه من بره خالص اسمها باكو فارينجيال فاشيا. اسمها ايه؟ باكو فارينجيال فاشيا، من اسمها ليها علاقه بالباكال اريا وليها علاقه بالفارينج. بص معايا على الصوره كده اهي، اللون الجراي اللي انت شايفه ده مغطي الفارينجز خالص، انا مش شايف حاجه بسبب ان ده الاوتر موست لاير كفرنج ذا اوتر سيرفيس اوف ذا فارينجز، او بمعنى اصح كفرنج ذا اكسترنال سيرفيس اوف ذا ماسلز اوف ذا فارينجز. لو طلعت بيها قدام هلاقيها مغطيه الباكسينيتور ماسل، هلاقيها ايه؟ مغطيه الباكسينيتور ماسل اللي موجوده في التشيك. لو رجعت بيها لورا هلاقيها ان كونتاكت او متصله
بالبري فيرتبرال فاشيا اللي كانت مغطيه الانتيرور اسبكت اوف ذا ماسلز اللي موجوده ان فرونت اوف ذا فيرتبري. ونرجع بقى نفتكر يعني ايه بري فيرتبرال فاشيا من ايام النيورو ساينس موديول. يبقى ادي الباكو فارينجيال فاشيا ذا اوتر كفر اوف ذا انبوبه من بره، ذا اوتر غلاف اوف ذا فارينكس من بره، تمام؟ طيب شيل الغلاف ده قشره، هتلاقي تحتيه ايه؟ هتلاقي تحتيه ذا ماسل كوت اوف ذا فارينكس. والماسل كوت اوف ذا فارينكس ده ربنا سبحانه وتعالى مقسمه الى اوتر سيركلر ماسل. الصوره دي انا شايفها من ورا بوستيريور فيو، ادي البيز اوف ذا سكال ودي الاوكسيبيتال بون من ورا، ده القفا بتاع الراجل ماسك فيه من اول البيز اوف ذا سكال انبوبه الفارينكس اهي، وجت عند سي 6 بقى اسمها اوسوفيجس. بص معايا كده، الجدار بعد ما قشرت الباكو فارينجيال فاشيا بقى عباره عن طبقه عضليه مكونه من الخارج بثلاثه كونستريكتورز، ثلاث عضلات دائريه اسمها كونستريكتور سوبيريور وميدل وانفيريور كونستريكتور، لافين داير ما يدور، لافين داير ما يدور، واخدين الجنب والبوستيريور بارت اوف ذا فارينكس. وموجود جواهم لو دخلت جوه اكتر لونجيتيودنال لاير عباره عن ثلاث عضلات لونجيتيودنال، ستايلو فارينجياس وبلاتو فارينجياس وسالبينجو فارينجياس، ثلاث عضلات بالطول كده، هناخدهم بالتفصيل بعد شويه. طب لو قشرت المصل هلاقي العضلات متبطنه من الداخل بفاشيا ثانيه اسمها فارينجيو بازيلر فاشيا. اسمها ايه؟ فارينجيو بازيلر فاشيا من اسمها، يعني جايه من البيز اوف ذا سكال ورايحه للفارينكس، اسمها فارينجيو بازيلر فاشيا، هناخدها برده بالتفصيل. It lines the inner surface of the muscle coat. يبقى إذا كأن الفارينكس عبارة عن مجموعة من العضلات متغطية من الخارج بالباكو فارينجيال فاشيا ومتبطنة من الداخل بالفارينجيو بازيلار فاشيا. يبقى كأن الاثنين فاشيا عاملين ساندويتش على المسل كوت اوف ذا فان. يبقى أنا لو بصيت في جدار الحنجرة، جدار البلعوم سوري، جدار الفان، قطعته كده وبصيت في سيكشن فيه، هلاقي طبقة عضلية مكونة من اوتر سيركولار ماسل فايبرز وانر لونجيتيودنال ماسل فايبرز، متغطية من بره باكو فارينجيال فاشيا ومتبطنة من جوه بفارينجيو بازيلر فاشيا. وفي الاخر هلاقي الفارينجيو بازيلر فاشيا دي من جوه هي كمان متبطنة بميوكوزا. يبقى ذا ميوكوزا از ذا انر موست لاير اوف ذا فان. فهمنا يا شباب؟ يبقى انا اذا عندي ماسورة او انبوبة موجود ليها جدران من على الجانبين والخلف، لكن من قدام فتحة على النوز والماوث واللارينج. الجدار بتاع الأنبوبة ده من بره عبارة عن باكو فارينجيال فاشيا، مغطية الباكو فارينجيال فاشيا دي جوه مجموعة من العضلات، هذه العضلات مبطنة من الداخل بفارينجيو بازيلار فاشيا، والصورة بتنطق قدامك. وجوه بقى الفارينجيو بازيلار فاشيا دي هلاقي فيه طبقة من الميوكوزا، علشان كل الاورجنز بتاعت الريسبيراتوري دايجستيف سيستم انا اعرف ان هي مكونه من ميوكوزا، لازم تبقى متغطيه بميوكوس من برين وابيثيليوم وهكذا. هنمسك بقى كل لير من دول بالتفصيل، ولكن انا خلصت خلاص الباكو فارينجيال فاشيا، عرفت ان هي عامله الاوتر كفرنج اوتر غلاف اوف ذا فارينج، من قدام موصلاني للباكسينيتور ومغطيه عليها، من ورا موصلاني بالبريفيرتبرال فاشيا متصله بيه. لما قشرتها لقيت المسلز، لقيت جوه المسلز الباكو الفارنجيو بازيلار فاشيا، وبعدين لقيت الميوكوزا في الاخر. يبقى اذا بعد ما خلصت الباكو فارنجيال فاشيا ان ديتيلز هكلمك على الماسل كود، هعمل لك اثنين مايند ماتس ظراف جدا يشرحوا لك الاوتر سيركولار ماسل شكلهم ايه والانر لونجيتيودنال ماسل شكلهم ايه، وبالمناسبه ثلاثه سيركولار من بره وثلاثه لونجيتيودنال جوه، وبعدين نتكلم على الفارنجيو بازيلار فاشيا والميوكوزا ايه اللي هلاقيها فيها، ويبقى كده المحاضره خلصت على خير. مستعدين؟ متشوقين؟ توكلنا على الله. اوتر سيركولار ماسلز اوف ذا pharynx، انا واخد لك هنا صوره ساجيتال فيو، يعني صوره جانبيه بس قاطع فيها الريمس اوف ذا mandible وقاطع فيها السوبيريور كونستريكتور، لكن سايب الميدل والانفيريور كونستريكتور زي ما هم. وبعدين قمت مبصصك صوره من ورا على الpharynx من ورا اللي مكمله باوسوفيجاس بعد كده، طبعا بعد ما قشرت الباكو فارينجيال فاشيا. برافو عليكم. تمام، عندي حاجه اسمها سوبيريور كونستريكتور. ليه سميناها كونستريكتور؟ لانها عضله دائريه، الثلاثه دائريين فلازم نسميهم كونستريكتورز، العضلات القابضه او العاصره لتجويف الفارينج.
السوبيري كونستريكتور زي ما انت شايف انا قطعتها من الناحيه اليسار وسبت لك تبص على الناحيه اليمين، هتلاقيها طالعه من حاجه اسمها تيرجو مانديبولار رافي. ما هو التيرجو مانديبولار رافي؟ ده عباره عن ميمبرين او ليجامنت ماسك بين التيريجويد هاميلس اللي كان في اخر الميديال تيريجويد بليت من تحت والبوستيريور اند اوف مايلو هايويد لاين اللي موجود في الانر اسبكت اوف ذا بودي اوف ذا ماندبل. ادي التيرجو مانديبولار رافي ادى اوريجين للسوبيريور كونستريكتور. حلو. اما بالنسبه للميدل الكونستريكتور فهي تحتيها، فهتطلع من العظمه اللي تحت الماندبل وهي الهايويد بول، هتخرج من الهايويد بول. تمام. العضله الثالثه اسمها انفيريور كونستريكتور، هتطلع من الكارتليجز اللي تحت الهايويد بول اللي هم مين؟ الثايرويد كارتليج والكريكويد كارتليج. هتلاقيني كاتب لك انها بتاخد اوريجن من الكريكويد كارتليج وحطيت لك علامه استفهام عشان اقول لك ان الانفيريور كونستريكتور تتكون من جزئين، جزئين. الجزء اللي طالع من الكريكويد كارتليج هيبقى اسمه كريكو فارينجيوس بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور، اما الجزء اللي طالع من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج هيبقى اسمه الثايرو فارينجيال بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور. سهله دي؟ جميل. يبقى اذا انا عندي سوبيريور كونستريكتور جزء واحد طالعه من التيرجو مانديبولار رافي والجزء بتاع المانديبول. الميدل كونستريكتور عضله برضو جزء واحد طالعه من الهايويد بون. الانفيريور كونستريكتور جزئين، اللي هيطلع من الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج هسميه ثايرو فارينجيوس بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور، والجزء اللي هيطلع من الكريكويد كارتليج هسميه كريكو فارينجيوس بارت اوف ذا انفيريور كونستريكتور. التلاتة هيطلعوا من على الأجناب زي ما أنت شايف ويروحوا لورا عشان يحوطوا بتجويف الفارينكس، ويروحوا بوستيريولي حيث يلتقوا في الميدل لاين اوف ذا بوستيريور اسبكت اوف ذا فارينكس. فرافي اسمه فارينجيا الرافي. ما هو الفارينجيا الرافي؟ حطيت لك علامة استفهام جنبه. هذا الفارينجيا الرافي هو الفايبرس تيشو الناتج عن التقاء التلاتة كونستريكتورز اليمين اللي جايين يلتقوا مع الثلاثه كونستريكتورز الشمال. شايف السهم بيشاور ازاي؟ اليمين لف كده داير ما يدور وهوب جم ورا، الشمال لف وداير ما يدور وهوب جم ورا، اتقابلوا كلهم في هذا الرافي. وهذا الفارينجيا الرافي از اتاتشد سوبيريولي في البيز اوف ذا سكال في تيوبركل اسمه فارينجيال تيوبركل. في تيوبركل اسمه ايه؟ فارينجيال تيوبركل. وهذا الفارينجيال تيوبركل موجود في البازلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، وبتيجي علامته كتير قوي في امتحانات العملي في البيز اوف ذا سكال، تلاقيه معلم لك علامه على الفارينجيال تيوبركل ويقول لك منشن ذا اتاتشد ستراكشر، فتقول بوستيريو وول اوف فارينكس او بمعنى ادق تقول فارينجيال رافي. تمام؟ حلو. عايزك بقى تلاحظ ملحوظتين كده حلوين على الاوتر سيركولار ماسلز اوف ذا فارينكس اللي احنا بنسميهم الفارينجيال كونستريكتورز. ما هي هذه الملاحظ؟ اول ملحوظه ان الكونستريكتورز اوفرلابنج ايتش اذرز من تحت لفوق. يعني ايه؟ يعني الانفيريور كونستريكتور مغطيه اللور بوردر بتاع الميدل كونستريكتور. واضحه؟ واضحه. والميدل كونستريكتور مغطيه على اللور بوردر بتاع السوبيريور كونستريكتور. واضحه؟ واضحه. يعني نقول الثلاثه عاملين اوفرلاب من تحت لفوق، يبقى الانفيريور كونستريكتور مغطيه على اللور بوردر بتاع الميدل كونستريكتور، والميدل كونستريكتور مغطيه على اللور بوردر بتاع السوبيريور كونستريكتور، فيبقوا كده الثلاثه عاملين اوفرلاب على بعض عشان يقووا من الاكشن بتاع بعض. All constrictors are supplied by pharyngeal branch of vagus. ده من خلال الفيجو اكسسوري كومبلكس اللي عمل الفارينجيال بلكسس اللي هكلمك عليها بعد كده بشويه، وانا كنت جبت سيرتها ايام ما اتكلمت على اللاست فور كرينيال نيرف. طيب جميل. ايه بقى الاكشن بتاعهم؟ قال لك بيعملوا كونستريكشن اوف ذا كافيتي اوف ذا فارينكس، بيعصروا الكافيتي اوف ذا فارينكس. هذه العصره تخلي البولس اوف ذا فود تنزل لتحت وتدخل في الاسوفجس. يبقى اذا هم بيعملوا حاجه اسمها كونستريكتيف موفمنت او حاجه اسمها بريستالتيك موفمنت، بيدوسوا جوه كده على تجويف الفارينكس عشان يعصروها، فتقوم زق البولس اوف ذا فود بعد ما اتبلعت من الماوث وتقوم نازله على الاسوفجس على طول وتدخل في الاسوفجس. تمام؟ عشان كده سميناهم كونستريكتورز، كانهم عضلات قابضه وعاصره لتجويف الفارينكس. واحد يقول لي يا دكتور هو ايه الابيض المستخبي تحت العضلات ده؟ هقول له دي الطبقه اللي مبطنه العضلات من الداخل اللي اسمها ايه؟ فارينجيو بازلر فاشيا. برافو عليك.
كده خلصنا الكونستريكتورز الثلاثه. وقبل ما اسيبهم لازم اكلمك على important relations of the three pharyngeal constrictors. ما هي هذه الimportant relations؟ زي ما انت شايف احنا قلنا ان هما ثلاث رئات. هما عباره عن ايه؟ ثلاث رئات. السوبير كونستريكتور مغطي عليها الجزء التحتاني الميدل كونستريكتور، تلاقي الجزء التحتاني من الميدل كونستريكتور مغطي عليه الانفيريور كونستريكتور. فاذا في جاب، في بلينز بتوين هذه الكونستريكتورز، في بعض الاستراكشرز تقدر تدخل وتنسنويت اتسلف بتوين هذه الفتحات. فعشان كده بقول لك نوت ذا جابس بتوين ذا كونستريكتور ماسلز اند ذا ستراكشرز باسنج ثرو ذيس جابس. اول جاب عندي above the superior constrictor، above the superior constrictor هلاقي حته من الفرنجي وبازلر فاشيه باينه، وهلاقي المنطقه دي بيهرب منها الاوديتوري تيوب بالاثنين عضلات اللي كانوا ماسكين فيها بتوع البلد، فاكرهم؟ يس يا دكتور، تنسور بلاطاي من قدام وليفيتور بلاطاي من ورا. يبقى اذا the gap above the superior constrictor مليانه ومقفوله بالفرنجي وبازلر فاشيه، و give passage of the auditory tube وبالتحديد the cartilaginous part of the auditory tube اللي ماسك فيه اثنين بلاطاي muscles اللي هما tensor بلاطاي and elevator بلاطاي. فاكر لما قلت لك ان الاثنين بيساعدوا على فتح الاوديتوري تيوب وتخلي الودان المسدوده تتفتح لانهم بيفتحوا الاوديتوري تيوب فيعدلوا البريشر اون ايذر سايدز اوف ذا اير درام، وقلت لك ساعتها ممكن تندغ لبانه او تفتح بقك وتتاوب تلاقي الاوديتوري تيوب فتح. يبقى دي اول جاب، ذا جاب اباف ذا سوبيريور كونستريكتور. اما بالنسبه للجاب اللي بتوين ذا سوبيريور كونستريكتور اند ميدل كونستريكتور، هيعدي منها عضله من اللونجيتيودينال ماسلز اوف ذا فارينكس، عضله نميسه كده اسمها ستايلو فارينجس، مع النيرف سبلاي بتاعها اللي هو الناينث كرينيال نيرف. ستايلو فارينجس مع الجلوسو فارينجيال نيرف اللي بيغذيها، ودي العضله الوحيده اللي بيغذيها الجلوسو فارينجيال نيرف لو تفتكر معايا الفارينجيال ارشز والجلوسو فارينجيال نيرف ده بتاع اني ارش بالظبط. يبقى الجاب بتوين سوبير اند ميدل كونستريكتور عدى فيها مين؟ الستايلو فارينجيوس ماسل، احد العضلات الطوليه بتاعت الفارينكس اللي هقول لك عليها بعد شويه، بالنيرف سبلاي بتاعها اللي هو الجلوسو فارينجيال نيرف. هايل. اما بالنسبه للمسافه اللي بين الميدل كونستريكتور اند انفيريور كونستريكتور، بين الميدل وبين الانفيريور، يعني بين الهايويد بون وبين الثايرويد كارتليج، صح؟ كان في ممبرين اسمه ثايرو هايويد ممبرين، فاكره؟ فاكره يا دكتور زمان لما خدنا اللارينكس في السبيشال سنسور موديول، مش زمان قوي يعني. كان في فتحه بيتم ثقبها او دخول الانترنال لارينجيال نيرفز اند فيسلز، فاكرين؟ فاكرين يا دكتور؟ كان الانترنال لارينجيال بتاع السوبيريور لارينجيال وفيجاس بيخش جوه وبياخد معاه الانترنال لارينجيال فيسلز كمان. تمام؟ فاكرين يا دكتور؟ يبقى ده الجاب اللي بين الميدل والانفيريور كونستريكتور. واخيرا واخيرا ممكن نقول بدل الانترنال لارينجيال فيسلز ممكن نقول السوبيريور لارينجيال فيسلز اللي طالعه من السوبيريور ثايرويد ارتري. حلو. من تحت الانفيريور كونستريكتور بقى، شايف السهم النميس الخبيث ده؟ كان في نيرف ماشي في الجروف اللي بين التراكيا والاوسوفجس، فاكرينه؟ اه يا دكتور، ذا ريكارنت لارينجيال نيرف، فطبيعي يقوم مدخل نفسه كده من تحت الانفيريور كونستريكتور عشان يروح يغذي اللارينكس من تحت. يبقى الريكارنت لارينجيال نيرف والانفيريور لارينجيال فيسلز اللي طالعه من الانفيريور ثايرويد فيسلز تدخل نفسها من تحت الانفيريور كونستريكتور. الصوره دي مهمه جدا 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 كام سي كيو وكشورت اي سي كويستشن. ايه هو الام سي كيو؟ يقول لك مثلا which of the following structures passes in the gap between superior and middle pharyngeal constrictor or which of the following muscles pass through نفس الجاب اللي انا قلتها دي اللي هي الستايلو فارينجي، ماشي؟ او شورت اس enumerate the gaps between pharyngeal constrictors او enumerate the gaps related to the pharyngeal constrictors and mention the structures passing through each gap. حلوه قوي السلايد، جميله جدا، عيدها تاني واكتبها ورايا، خد سكرين شوت للرسمه مكتوب فيها كل حاجه والدنيا هتبقى تمام. يبقى كده هضمنا الثلاثه كونستريكتورز وعرفنا كمان السبيسز اللي بينهم ايه اللي بيعدي فيها. تعالى نتكلم بقى على اللونجيتيودينال ماسلز.
زي ما كان عندي ثلاثة outer circular muscles of the pharynx، عندي ثلاثة longitudinal inner muscle pharynx طبعا على الجنبين برضو يمين وشمال. فعشان كده في الصورة دي عملت ايه؟ الصورة دي انا خدت sagittal section، كسرت السكال بالمانديبل بالهايويد بون بالثايرويد كارترج بالكريكويد كارترج، وطبعا قطعت الفارينكس واللانكس. يبقى انا كده واخد ساجيتال سيكشن، واخد ايه؟ ساجيتال سيكشن، وباصص على النصف اليمين فقط من الفارينكس من الداخل. يبقى انا باصص هنا على النصف اليمين فقط من الفارينكس من، تعال نراجع مع بعض، مين دي؟ دي السوبيريو كونستريكتور طالعه من الترجو مانديبول الرافي اللي هي اليمين. طب مين دي؟ دي الميدل كونستريكتور طالعه من الهايويد بون من الناحيه اليمين. طب مين دي؟ ده الانفيريو كونستريكتور بالاثنين بتوعها من الثايرويد ومن الكريكويد برضو من الناحيه اليمين. امال فين الشمالات كلها؟ قطعتهم مش موجودين. بص بقى جوه، يعني في الجزء الداخلي من الثلاث عضلات اللي هم السيركولر، هتلاقي في ثلاث عضلات نازلين بالطول جمال جدا اهم، واحده من الاوديتوري تيوب، واحده من السوفت بالك المره اللي فاتت، واحده من الستايلويد بروس. شايفهم جمال جدا. اول واحده اسمها ستايلو فارينجس، طالعه منين؟ من الستايلويد بروسس. اللي بعدها اسمها ايه؟ سالبينجو فارينجيس، طالعه منين؟ من الاوديتوري تيوب، طالما سالبينج. الثالثه اسمها ايه؟ بلاتو فارينجيس، طالعه من الابر سيرفيس اوف ذا سوفت بلات، وبقول لك سي بي 4. فاكر لما كنت بقول لك طالع من البلات بلاتو جلوسس رايحه للتانجو، بلاتو فارينجيس رايحه للفارينكس، فعملت بلاتو جلوسال ارش وبلاتو فارينجيال ارش، وكان بينهم الاثنين بلاتين تونسلز. يا الدنيا صغيره والاناتومي صغير وكله بيفتح على بعضه في الاخر. يبقى اذا ليه بقول لك سي بي 4؟ عشان انا اتكلمت على البلاتو فارينجز بالتفصيل مع المسلز اوف ذا بلات، لما قلت لك نازل له اثنين من فوق تنسور بلاتاي وليفيتور بلاتاي من الاوديتوري تيوب، ونازل منه اثنين لتحت بلاتو جلوستس وبلاتو فارينجز، واحده ماشيه فيه اسمها ماسكولا زيوفيلس. فاكرين الاغنيه دي؟ فاكرينها يا دكتور؟ واللي مش فاكرها يرجع تاني يفتكرها. يبقى ادي الثلاث عضلات بتوعي. اول عضله اسمها بلاتو اهي فارينجيس، جايه من الابر سيرفيس اوف ذا سوفت بلات، اهي ونازله تمسك في الفارينجيال وول. سالبينجو فارينجيس طالعه من الاوديتوري تيوب، اهي ونازله تمسك في الفارينج. طيب ومين دي؟ ستايلو فارينجيس، اهي وراحت نزلت مسكت في الفارينج. حلو. الثلاث عضلات بيمسكوا في الفارينجيال وول اتسلف اند بوستيريور بوردر اوف ثايرويد كارتليج، بيمسكوا في الفارينجيال وول اند بوستيريور بوردر اوف ثايرويد كارتليج. بما انهم عضلات بالطول جايين من فوق لتحت، فالاكشن بتاعهم هو رفع الفارينكس مع الثايرويد كارترج واللارينكس كمان. يبقى they elevate pharynx and larynx during swallowing. يبقى هما في مرحله معينه من مراحل البلع اللي هتاخدوا تفاصيلها ان شاء الله في الفسيولوجي بالتفصيل، ولما نخلص الاسوفجس والاستومك نقدر برضه نكلمكم عليها بصفه عامه كده. هيقول لك ان هما بيشدوا الفارينجيال وول اب وبيشدوا معاهم اللارينكس كمان اب، فنستفيد حاجتين، ان هم يشدوا لفوق والكونستريكتورز يعصروا فالبولس تنزل لتحت، تمام؟ وفي نفس الوقت لما رفعت اللارينكس لفوق انا قفلت اللارينجيال انلت وحميتها مع بقيه اللونجيتيودنال ماسلز اوف ذا لارينكس من ان الاكل يخش جواها، تمام؟ ويبقى كده الاكل يمر من الفارينكس الى الاسوفيجس. يبقى كده خلصنا الماسكولار كوت اوف ذا فارينكس، كان عبارة عن ثلاث عضلات سيركولر من الخارج، وعرفنا ان هم كلهم بياخدوا نيرف سبلاي من الفارينجيال بليكسس عن طريق الفيجو اكسسوري كومبلكس اللي بيدستريبيوت عن طريق الفارينجيال برانش اوف فيجس. وخدنا ثلاث عضلات لونجيتيودنال، بالمناسبة الستايلو فارينجيس والستالبينجو فارينجيس بياخدوا نيرف سبلاي زي زمايلهم عادي، لكن الستايلو وسالبينجو والبلاتو فارينجيس مشكلتنا بس في كانت في الستايلو فارينجيس في الستايلو فارينجيس اللي هي كانت بتخش بين الابر بارت بتاع بين الميدل بين سوري بين السوبيريو كونستريكتور والميدل كونستريكتور، كانت بتاخد من الجلوسو فارينجيال بتاعها. يبقى هنقول في الاخر خالص مع النيرف سبلاي اوف ذا فارينكس ان اول ماسلز اوف ذا فارينكس ار سبلايد باي كذا 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 اكسبت كذا. ماشي يا شباب؟ حلو. شباب كنا وقفنا بس الصوت بعد اذنكم عشان صوت الاذان، بس ما ينفعش يعني نتكلم وصوت الاذان شغال. دلوقتي خلصنا، خلاص كنت لسه بقول ان احنا خلصنا الاوتر سيركولار 3 ماسلز، وخلصنا
الانر لونجيتودينال 3 ماسل. تعالى بقى نخش على اللاير اللي بعد كده. احنا اتفقنا ان كان في باكو فارينجيال فاشيا من بره مغطيه العضلات من بره، وبعدين خدنا العضلات والعضلات كانت مبطنه من الداخل بفارينجيو بازلر فاشيا. نرجع تاني للصوره اللي من الخلف اهي، ادي الثلاثه سيركولار ماسلز الشمال مقابلين الثلاثه سيركولار ماسلز اليمين في الفارينجيال راف اللي كان ماسك الفارينجيال تيوبركل، وكان جواهم اللونجيتودينال ماسلز اهو زي الستايلو فارينجيال باينه اهي، وطبعا في بقى كمان بلاتو فارينجيس وسالبنجو فارينجيس. جوه بقى من جوه هتلاقي العضلات مبطنه بالفارينجيو بازلر فاشيا. يا ترى ايه الفارينجيو بازلر فاشيا؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه عمل بطانه داخليه للعضلات بهذه الفاشيا قبل ما يحط الميوكس ممبرين او الميوكوزا؟ قال لك it lines the inner surface of the muscle coat of the pharynx. معلومه قديمه انا عارفها وقايلها من الاول خالص. وفايدتها ايه؟ شايف هي ماليه الفراغ اللي تحت البيز اوف ذا سكال ازاي؟ لما قلت لك انها كانت ماليه الجاب اللي اباف ذا سوبيريور كونستريكتور. ليه بقى؟ علشان تعمل ريد وول للنيزو فارينكس، علشان تخلي النيزو فارينكس بيرمننتلي اوبن، لان ما ينفعش النيزو فارينكس ده يتقفل. يعني الفارينكس بالاسوفجس ما فيش مشكله هي بتتفتح ساعه البلع وبتاع وكده، لكن النيزو فارينكس لازم تفضل مفتوحه علشان هي ممر للهواء من النيزال كافيتي عشان ينزل ويوصل لللارينكس والحنجره والتراكيه بعد كده. فربنا سبحانه وتعالى قام حاطط انر لاير مبطنه العضلات من الداخل وخلاها من الجزء الفوقاني اللي تحت البيز اوف ذا سكال ده على طول ريجيد وويل ديفلوبد علشان تخلي النيزو فارينكس بيرمننتلي اوبن على طول عشان عمليه التنفس. اما لو نزلنا بيها من تحت هنلاقيها انها بتبقى ثين ورفيعه وبترفع كل ما بنزل لتحت. تمام؟ من فوق طبعا بتبقى ماسكه في البونز بتاعه البيز اوف ذا سكال اللي هو الاوكسيبيتال اند تمبرال بون، الانفيرور اسبكت اوف اوكسيبيتال اند تمبرال بون. ومن ورا بتبقى ماسكه مع البوستيرو وول اوف ذا فارينكس في الفارينجيال راف. ولو طلعت بيها قدام، لو طلعت بيها قدام على جانبي الاورو فارينكس مش النيزو فارينكس بقى، هنلاقيها عامله كده حاجه اسمها تونسيلر هيميكابسول، يعني عامله فرشه كده في التونسيلر فصه علشان تنام عليها البلاطاين تونسيلز. وهناخد مكانها بعد شويه اللي هي البلاطاين تونسيلز دي موجوده في السايد وول اوف ذا اورو فارينكس فين بالظبط. وانا خدت فكره عنها لما اتكلمت على التانج والبالت، قلت لك ان في بلاتو جلوسس وبلاتو فارينجيوس ماسلز على جانبي الاورو فارينكس في البلاطاين تونسيلز. الفرشه بقى اللي فرشه الفصه بتاعه التونسل دي جايه ودرايفد فروم فارينجيو بازلر فاشيا، يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى خلق الفارينجيو بازلر فاشيا دي كغلاف داخلي للعضلات، وفي نفس الوقت يبقى ريجيد من فوق علشان يخلي النيزو فارينكس مفتوحه دايما عشان عمليه التنفس، وهي نازله كده على الاورو فارينكس واللارينج فارينكس تبدا تبقى رفيعه، بس يحصل لها ثيكننج تاني في السايد وول اوف ذا اورو فارينكس عشان تعمل التونسيلر هيمي كبسول او الفرشه اللي نايم فيها البلاطاين تونسلز. يبقى فاضل لنا دلوقتي اللاير اللي بعد كده اللي اسمها الميوكوزا، ودي اللي احنا بنشوفها في العملي في السكشن بتاع الساجيتال سكشن. لو اتكلمنا بقى على الميوكوزا اوف ذا فارينكس هتبقى دي الانر موست لاير اوف ذا فارينجيال، انر موست لاير اوف ذا فارينجيال تيوب، ذا انر موست لاير اوف ذا فارينجيال تيوب. تمام؟ يبقى تاني ناخدها من بره لجوه، باكو فارينجيال فاشيا وبعدين عضلات وبعدين فارينجيو بازلر فاشيا وبعدين الميوكوزا. انا هنا بقى واخد ساجيتال سكشن وسايب الميوكوزا بتاعه النيزال كافيتي وسايب الميوكوزا بتاعه الاورال كافيتي، وادي الهارد بالت ووراه السوفت بالت واليوفيولا. هتلاقي الفارينكس اهي متغطيه بالميوكوزا، كل ما هو لونه بينك هو النيزو فارينكس اللي يمتد من البيز اوف ذا سكال لحد السوفت بالت، كل ما هو لونه اورنج اسمه الاورو فارينكس اللي بيمتد من اليوفيولا لحد الايبكس اوف ذا ايبيجلوتس، كل ما هو بلوش بعد كده ده اسمه لارينجو فارينكس اللي بيبدا من اول الايبكس اوف ذا ايبيجلوتس لحد سي 6 فيرتبرا عشان يديني اوسوفيجاس بعد كده. فهنلاقي ديفرنت فيتشرز في كل حته من دول. فقال لك هقسمها لثلاث اجزاء، نيزو فارينكس اورو فارينكس لارينجو فارينكس. لو انت باصص على السكشن ده في العملي في البراكتيكال في الديستكتنج روم او في المعمل، يا اما هيوضحوه لك على بلاستيك موديل او على فليش على كاديفر على صوره جثه، فلازم تتفرج على الليتشرز دي ولازم تعمل لها ايدنتيفاي. لو انا في النيزو فارينكس يعني بيهايند ذا نيزال كافيتي اللي كان فيه سوبيريو كونكا وميدل كونكا وانفيريو كونكا خدناه بالتفصيل في السبيشال سنسوري موديول، ارجع ورا
بقيت موجود في الحته البينك دي اللي هي النيزوفارينكس، هتجد دي الاتي. اول حاجه حاجه اسمها الاوبننج اوف ذا اوديتوري تيوب، اهي اوبننج اوف ذا اوديتوري تيوب موجوده اباف ذا بالت، اباف اند بيهايند ذا هارد بالت اند سوفت بالت، اهي الفتحه دي هي دي الفتحه اللي موجوده ناحيه النيزوفارينكس بتاعت الاوديتوري تيوب. امال النص الثاني او الفتحه الثانيه بتاعت الشاليمو او بتاعت الاوديتوري تيوب فتحه فين؟ برافو، فتحه في الميدل اير كافيتي. يبقى كده انا خليت البريشر اللي داخل الميدل اير يعني على الميديال سايد اوف ذا اير درام يفتح على النيزوفارينكس هنا على الهواء الخارجي، فيبقى كانه مساوي للاير بريشر اللي على الاكسترنال سيرفيس اوف ذا اير درام. فيبقى كده الاوديتوري تيوب فعلا عباره عن شاليمو توصل الميدل اير كافيتي بالنيزوفارينكس كافيتي، يبقى دي الفتحه بتاعه الايه الاوديتوري تيوب. قال لك ماسك فيها عضله اسمها سالبينجو فارينجياس ماسل، العضله دي هتعمل اليفيشن تحت الميوكس ممبرين بتاع بتاع الفارينكس، وفي نفس الوقت الجزء ده من الاوديتوري تيوب فيه كارتليج، فالكارتليج ده هيعمل اليفيشن تحت الميوكس ممبرين، فيبقى الجزء اللي فوق الفتحه ده اسمه تيوبال اليفيشن، تورس تيوبلاريس او تيوبال اليفيشن، يعني ارتفاع كده في الميوكس ممبرين بسبب ان في كارتليج تحت الغطاء ده، في كارتليج تحت الميوكس ممبرين ده، يبقى ده تيوبال اليفيشن caused by the cartilage of the pharyngeal end of the auditory tube. ونازل منه بعد كده هذا الفولد، شايفينه؟ هذا الفولد بسبب ان في عضله مستخبيه تحتيه اسمها سالبينجو فارينجياس ماسل، فيبقى الفولد اسمه سالبينجو فارينجيال فولد. يبقى الاوبننج ثم الاليفيشن ثم الفولد. بوستيريور تو ذا فولد هلاقي حفره هنا كده اسمها فارينجيال ريسيس، الجيب البلعومي فارينجيال ريسيس. هذا الفارينجيال ريسيس هلاقيه فوقيه كده عند الايبكس او الروف بتاعت النيزوفارينكس حاجه اسمها نيزوفارينجيال تونسلز، نيزوفارينجيال تونسلز او بالبلدي كده بنسميها اللحميه او الادينويدز. النيزوفارينجيال تونسلز دي لينفاتيك تيشو، في بعض الناس بيحصل لها التهاب وانفلاميشن وتكبر في الحجم فتعمل حاجه اسمها ادينويد او اللحميه. الاطفال الصغيرين الكتير اللي بيجي لهم التهاب في اللوز واللحميه والتهابات وادوار برد كتير يقوم دكتور الانف والاذن يقول لك هنعمل لهم عمليه اللوز واللحميه. ممكن تحصل في سن كبير ان اللحميه دي ما تكونش اتشالت في الاطفال الصغيرين، يحصل برضو فيها انفلاميشنز وانفكشن فتعمل لنا حاجه اسمها ادينويد. لو تخيل معايا بقى ان الادينويد دي كبرت او النيزوفارينجيال تونسل دي كبرت هتضيق الممر ده، صح؟ وهذا الممر هو الذي يسمح بمرور الهواء من النيزال كافيتي داونوردز ان ذا فارينكس ويروح لللارينكس. لا قدر الله لو هذا الممر مقفول او ضيق بالادينويدز او باللحميه دي، الناس دول يحسوا بصعوبه في التنفس من خلال الانف فتلاقيه فاتح بقه وبياخد نفسه من بقه، ولو حصل ونام تلاقي عنده صعوبه في التنفس وهو نايم فيعمل صوت السنورنج او صوت الشخير اثناء النوم. تمام، دول بيبقوا بيعانوا على فكره، احنا بناخد المواضيع ساعات بطريقه وهزار لكن ده ما يصحش، دول بيبقوا ناس فعلا عندهم مشكله وتضخم في النيزوفارينجيال تونسلز فتضيق النيزوفارينجيال اوبننج فيخلي التنفس صعب من النوز، ولو دخل يعمل صوت السنورنج او الشخير وخصوصا هو نايم او مش نايم معدول كويس، ويبقى المين اعتماده الاساسي في التنفس على الاورال كافيتي. يبقى ادي النيزوفارينج بالستراكشرز اللي بشوفها فيه بالابلايد اناتومي بتاعه. تعالى للي بعده، الاورال الذي يمتد من السوفت بالت للايبكس اوف ذا ابيجلوتس خلف الاورال كافيتي. لو تفتكر معايا السوفت بالت كان مدي عضله للطنج اسمها بلاتو جلوسس ماسل، رفعت الاورال ميوكوزا او الاوروفارينكس ميوكوزا فعملت حاجه اسمها بلاتو جلوسال فولد، وده اللي كنا بنسميه الاوروفارينجيال اسمس اللي هو بالوصول ليه ينتهي الاورال كافيتي ويبدا الاوروفارينكس. عشان كده لازم اقوله في الفيتشرز هنا لانه جزء من الاوروفارينكس، هو المدخل بتاعه يبقى جزء منه بلاتو جلوسال فولد، ومن ورا هنا كده في بلاتو فارينجياس ماسل ترفع الفولد تعمل لي بلاتو فارينجيال فولد، اهو بلاتو فارينجيال فولد انتيرور تو سالبينجو فارينجيال فولد، صح؟ عشان انا قلت في ثلاث عضلات ستايلو فارينجياس وسالبينجو فارينجياس وبلاتو فارينجياس، تعالى للبلاتو فارينجياس ماسل يبقى ترفع الميوكوزا اللي مغطيها كده تعمل لي بلاتو فارينجيال فولد. بين البلاتو جلوسال فولد والبلاتو فارينجيال فولد
يحصل فيه هنا ريسس. هذا الريسس اسمه بالاتاين تونسيلر فوسا. اللي موجود جواه ايه؟ اللي موجود جواه البالاتاين تونسلز، وده تاني نوع من انواع التونسلز اللي سمعته النهارده في المحاضره. بعد ما كلمتك عن ميزوفارينجيال تونسلز هتكلم هنا على البالاتاين تونسلز، وهي دي اللي الدكتور بيفتح بق العيان بتاع الانف والاذن ويقول له، ويعمل كده ضغط على اللسان التانج ديبريسور ويقول له قول او اتكلم، فتقوم مرفوعه الفارينجيال وول لفوق كده، فيشوف البالاتاين تونسلز on either sides of the oropharynx. تمام؟ افتكر معايا ان الهيمي كبسول او الفرشه بتاعت البالاتاين تونسل دي تحت الميوكوزا كانت معموله بالفارينجيو بازيلر فاشي. حلو؟ جميل. بعد كده هنخش على اللارينجو فارينكس، وهو الجزء البلوش الذي يبدا من الايبكس اوف ذا ايبيجلوتس وينتهي عن سي 6 فرتبرا، وده ما فيهوش الا حاجه بسيطه خالص اسمها فاليكولي. الفاليكولي دي عباره عن ديبريشن على الجانبين بين الدورسال اسبكت اوف ذا تانج في الاخر خالص وبين الانتيرور اسبكت اوف ذا ايبيجلوتس، ودي انا جبت لك سيرتها لما اتكلمت على البيز اوف ذا تانج في المحاضره اللي فاتت، وقلت لك ادي الروت اوف ذا تانج ممسوك بثلاثه فولدز في الايبيجلوتس. الفولد اللي في النص اسمه ميديان جلوسو ايبيجلوتيك فولد، الفولد اللي على الجنب ده اسمه لاترال جلوسو ايبيجلوتيك فولد، في واحد زيه الناحيه الثانيه اسمه لاترال جلوسو ايبيجلوتيك فولد. يبقى كده ثلاثة فولدز هم خلقوا بينهم تو ديبريشنز علمت لك عليهم بالاسهم الحمراء دي، هي دي الفاليكولي، هي دي الفاليكولي التي تقع بين الميد لاين فولد اللي بين اللسان والابيجلوتس وبين اللاترال فولدز اللي بين اللسان والابيجلوتس. يبقى هي دي الفاليكولي، ودي موجوده في اللارينجو فان. تمام؟ سؤال بقى خبيث كده وحلو وكلينيكال وابلايد وحاجات كتير. ايه هي الكومبوننتس اوف ذا والد دايرز رينج اوف لينفويد تيشو؟ افتكر معايا كده كام كلمه تونسل قلتها لك في محاضره التانج والبلت ومحاضره النهارده. تقول لي والله يا دكتور زمان حضرتك قلت لنا ان البوستيرور ثيرد اوف ذا تانج كان فاينلي نودولر عشان في حاجه اسمها لينجوال تونسلز. ادي اول تونسلز حضرتك قلتها لنا في اول محاضره في الدايجستيف سيستم خالص. والنهارده قلت لنا في الروف of the nasopharynx في nasopharyngeal tonsils اللي لما بتكبر بتعمل لحميه وادينويدز وتسبب الشخير اثناء النوم وتعمل صعوبه في التنفس من الانف. ولما اتكلمنا في الاوروفارينكس اتكلمتنا على البالاتاين tonsils. يبقى اذا انا عندي دايره داير ما يدور around the openings of the digestive and respiratory system. الروف بتاع النيزوفارينكس من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه في نيزوفارينجيال تونسلز، يبقى بوسترو سوبيريورلي عندي النيزوفارينجيال تونسلز، وانترو انفيريورلي عندي لينجوال تونسلز على البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج، وان ايذر سايدز اوف ذا اوروفارينكس عندي البالاتاين تونسلز. يبقى كانك كده بترسم دايره داير ما يدور اسمها والدايرز رينج اوف لينفويد تيشو. والدايرز رينج اوف لينفويد تيشو خلوا بالكم منها، وممكن تعملوا عليها سيرش تعرفوا يا ترى ليها افرنت لينفاتكس ولا لا. طب يا ترى بتبعت الافرنت الليمفاتكس بتاعتها فين؟ دي واجب تدوروا عليها علشان تنشطوا معلوماتكم، ولما تدور عليها بنفسك وتعرف هي بيجي لها الليمفاتكس ولا ما بيجيلهاش وبتبعت الليمف بتاعها فين عمرك ما هتنساها، لانك انت اللي هتجيب المعلومه بنفسك. وبكده نبقى خلصنا الميوكوزا بتاعت الفارين وخلصنا الاربعه لير اوف ذا فارين. فاضل لي حته كده صغننه جبت سيرتها في اللارنكس، عايز اجيب سيرتها في الفارنكس تاني علشان ابقى عملت اللي عليا. فاكرين الصوره دي؟ اه يا دكتور دي صوره هايله. بوسترو لاترال فيو. النص الشمال بتاع الهيويد بوم موجود هو واللامنا الشمال بتاعت الثايرويد كارتلج والكريكويد كارتلج موجود بالكامل. لكن الناحيه اليمين من الهيويد بوم مكسوره واللامنا اليمين بتاعت الثايرويد كارتلج مكسوره. يبقى التجويف اللي في النص ده لو ده الابيجلوتس يبقى دي اللارينكس ودي الحنجره، كويس؟ وادي الايري ايبيجلوتيك فولد الشمال والايري ايبيجلوتيك فولد اليمين، وتبقى دي اللارينجيال انلت اللي كانت بين الاثنين ايري ايبيجلوتيك فولد، صح؟ صح يا دكتور. وقلنا بعد كده انلت وفيستيبيول وانفراجلوتيك اريا، فاكرين؟ طيب ايه بقى التجويف الخارجي ده؟ هو مش خارجي ولا حاجه، هو خارج الابيجلوتس وتجويف اللارينكس ولكنه داخل الثايرويد كارتليج.
هذه الاريا اسمها بايريفورم فوسا، وانا فاكر ان انا عرفتها لك كويس قوي في محاضره اللارينكس، وقلنا ان البايريفورم فوسا دي هي السبيس الذي يقع between the inner aspect of the thyroid cartilage lamina and the outer aspect of the area epiglottic fold او outer aspect of the larynx cavity اللي هي المنطقة اللي السهم نور فيها دي. عندي بايريفورم فوسطة يمين وبايريفورم فوسطة شمال. بايريفورم فوسطة دي مشكلتها ان ممكن واحد يكون بياكل سمك مثلا بسرعة ومتسرع فتجيله شوكة في البايريفورم فوسطة دي ويضطر يخش ويتعمل له بالمنظار عملية علشان نطلع الشوكة دي من البايروفورم فوسطة. عايزك برضو تعمل سيرش على الابلايد اناتومي بتاع ان انا لو دخلت اعمل عملية في البايروفورم فوسطة دي عشان اطلع شوكة مثلا او اطلع فورين بودي ممكن اعور ايه او ممكن اصيب ايه. يبقى انت كده عندك اتنين واجبات في المحاضرة، تدور على والدايرز رينج الافرنت والافرنت لمفاتكس بتاعتها جايلها منين وبتبعت فين، وتدور على البايريفورم فوسطة لو انا دخلت بمنظار او دخلت بعملية عشان اشيل شوكة مثلا، يبقى الراجل يا عيني داخل بياكل سمك بس متسرع وهو بياكل او بيتكلم او مش مركز فهوب بلع شوكة بدل ما تخش في الفارنكس وتتبلع وتعدي على خير في الاسوفاجس ترشق هنا فيضطر يتعمل له عملية لإزالة هذه الشوكة. ناخد بالنا من ايه عشان ما نعوروش الحتة دي، تمام؟ عمرك برضو ما هتنساه. تعالى بقى نتكلم على البلاد سبلاي وذا فارينكس. ده مش هيفرق كتير قوي عن البلاد سبلاي بتاع البلد والاورال كافيتي اللي خدناه قبل كده. قال لك ان هو بالنسبه للارتريز في ارتريز جايه من الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو اللينجوال ارتري اللي هو كان ثالث برانش ماشي كده بالعرض من الانتيريو اسبكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد. افتكر معايا ان كان في سوبيريور ثايرويد وبعدين كان في لينجوال وبعدين كان في فيشيال. امسك اللينجوال هروح يغطي تانجو منطقه الاوروفان والاسندنج فارينجيال اللي كان طالع من الميديال سايد اوف ذا اكسترنال كاروت طبيعي اسندنج فارينجيال، والماكسيلاري ارتري شخصيا اللي هو برده كان بيدي جريتر بالاتاين وليسر بالاتاين فيدوا للفارينكس بالمره، تمام؟ وكان بيدي فارينجيال برانشز برده. يبقى عندي ثلاثه اساسيين طالعين من الاكسترنال كاروت اللي هو الاسندنج فارينجيال واللينجوال والماكسيلاري، وعندي برانشين مهمين جدا طالعين من الفيشيال سمعت عنهم قبل كده، تونسيلر ارتري اللي رايح للبالاتاين تونسل والاسندنج بالاتاين ارتري اللي طالع من الفيشيال ورايح للبلد فيغذي الفارينكس معاه. يبقى الفيشيال شخصيا يدي تونسيلر رايح للبالاتاين تونسلز والاوروفارينكس، ومدي اسندنج بالاتاين رايح للبلد والفارينكس برضه. بالنسبه للفينوس درينج فهي بتعمل لمف فينوس درينج لو فينوس بلكسس خاصه بيها اسمها فارينجيال فينوس بلكسس. هذه الفارينجيال فينوس بلكسس لفوق هتصب مع البلد في التيروجويد فينوس بلكسس، ومن تحت هتنزل تصب مع الانترنال جاجولر ومع الفيشيال فين. سهله قوي. بالنسبه للليمفاتيك درينج طبيعي ان هو يروح للريترو فارينجيال اللي وراها اصلا، ويروح كمان للباراتراكيال والانفرا هيويد ليمف نودز، بس الاساس ان هو ريترو فارينجيال ثم ابر ديب سيرفايكال ليمف نودز. وما تنساش كمان ان التونسلز بتروح للجوجلو ودايجستريك ليمف نود بالتحديد عند المنطقه اللي بيصب فيها الكومون فيشال فين في الانترنال جاجولار فين. لو تفتكر لما اتكلمنا على السيرفايكال لينف نودز قلنا ان كان في اثنين مهمين، واحده اسمها جوجلو دايجستريك واحده اسمها جوجلو اوموهايويد. الجوجلو دايجستريك كانت عند منطقه تقريبا التندون بتاع الدايجستريك وعند منطقه الكومون فيشال فين لما بيصب في الانترنال جاجولار، والجوجلو اوموهايويد تقريبا كان عند منطقه التندون في اوموهايويد. قلنا الجوجلو دايجستريك هي التيرمينال لينف نود اوف ذا بالاتاين تونسلز عشان الام سي كيو، والجوجلو اوموهايويد هي التيرمينال ليمف نود اوف ذا تانج علشان برضو الام سي كيو. حلو قوي. ماذا عن النيرف سبلاي اوف ذا فارينكس؟ هتقول لي والله يا دكتور في سنسوري اكيد وفي موتور. بالنسبه للسنسوري نيرف سبلاي هنقسمه نيزو فارينكس واورو فارينكس ولارينجو فارينكس. هتلاقي النيزو فارينكس من الماكسيلاري نيرف بتاع الترايجيمينال، الاورو فارينكس من الجلوسو فارينجيال نيرف عن طريق الفارينجيال برانش بتاعه اللي هو سنسوري اللي هو يشارك في الفارينجيال بلكسس اللي هقولها لك بعد شويه، واللارينجو فارينكس عن طريق الفيجاس نيرف عن طريق برضه الفارينجيال برانش بتاعه اللي بيشارك في الفارينجيال بلكسس اللي هقولها لك بعد شويه. يبقى من فوق ماكزيلا ثم جلوسو فارينجيال ثم فيجاس. اما الموتور فاول ماسلز اوف ذا فارينكس بتاخد نيرف سبلاي من الفيجاس نيرف او من الاكسسوري نيرف عن طريق الفارينجيال بلكسس.
هتلاقي كتب بتقول لك من الكرينيال اكسسوري نيرف عن طريق الفارينجيال بلكسس مع البلد. ناس تانية زي جريز اناتومي مثلا يقول لك لا دي بتاخد من الفيجاس نيرف. احنا اتفقنا ان الاكسسوري نيرف الكرينيال بارت بعد ما بيخرج من السكال بيروح يتحد مع الفيجاس نيرف عشان يعمل حاجه اسمها فيجو اكسسوري كومبلكس، ويقوم طالع مع الفارينجيال برانش اوف مع الفارينجيال برانش اوف فيجاس يديستريبيوت معاه فيغذي عضلات البلت والفارينكس. فانت احسن حل انك تقول ان all muscles of the pharynx بتسبلايد باي فيجو اكسسوري كومبلكس عن طريق الموتور بارت اوف ذا فارينجيال بلكسس، ما عدا طبعا الستايلو فارينجيس اللي سبلايد باي جلوسو فارينجيال نيرف. يبقى جينا دلوقتي للاكسبشن الثالث اللذيذ اكتبهم عندك. اول اكسبشن all muscles of the tongue supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus. All muscles of the palate supplied by vago accessory complex except tensor palatal. All muscles of the pharynx are supplied by vago accessory complex except stylopharyngeal. حلوه دي صح؟ جميل. مين بقى الفارينجيال بلكسس يا دكتور اللي انت عملت تقول لنا عليها من ساعتها دي؟ والله انا قلتها لكم قبل كده لما اتكلمت على اللاست فور كرينيال نيرفز وجبت سيريه الايه الجلوسوفارينجيال والفيجاس والاكسسوري. فبقول لك هي بمنتهى البساطه تتكون من السنسوري فارينجيال برانش بتاع الجلوسوفارينجيال نيرف ماشي، ومن الفيجو اكسسوري كومبلكس، وبتتوزع عن طريق الفارينجيال برانش اند اكسترنال لارينجيال برانشز اوف فيجاس. وهذه الفارينجيال بلكسس هي المسؤوله عن تغذيه المسلز بتاعه البلت والفارينكس عن طريق الفيجو اكسسوري كومبلكس، ومسؤوله كمان عن تغذيه السنسوري سبلاي اوف ذا pharynx وبالتحديد الاورو pharynx عن طريق الفارينجيال سنسوري برانش اوف جلوسو فارينجيال نيرف، واللارينجو pharynx عن طريق الفارينجيال برانش اوف فيجاس. وكده نبقى وصلنا لنهايه الاناتومي اوف ذا pharynx الحمد لله في 45 دقيقه او في 46 دقيقه في اقل من ساعه. خدنا فيها المسل كوت اللي كان متغطي بره باكو فارينجيال فاشيا، وكان متبطن جوه بفارينجيو بازل الفاشيا، وعرفنا فوائدها. وبعدين اتكلمنا كمان على الفيتشرز بتاعت الميوكوزا اللي موجوده، وجبنا سيره الوالدايز رينج وقلت لك واجب دور عليها، وجبنا سيره البايريفورم فصة وقلت لك واجب دور على الابلايد اناتومي بتاعها، ممكن اعور ايه وانا بشيل فورين بودي منها اخد بالي عشان ما اعوروش واعمل مشاكل. وبكده يبقى انتهت محاضره الفارينكس.